مشهد يتكرر مع كل طرح جديد لعملاق تكنولوجيا أبل. وإن كان الوافد الجديد لعائلة آيفون لا يختلف كثيرا عن سابقه من الأجيال الأخرى، الطوابير والانتظار والفرحة بالحصول على نسخة من آيفون 7 هي ذاتها، وعشاق التكنولوجيا في اليابان كانوا أول المنتظرين أمام متجر أبل دون اكتراث بطول الوقت ومشقة الوقوف لساعات. جئت هنا منذ عصر الأربعاء وقد خيمت هنا كل هذه المدة، ولكن بالتأكيد كنت أذهب للاستراحة من وقت لآخر. إضافات طفيفة على الجيل الجديد من آيفون، لكنها أحدثت اختلافا واضحا لدى البعض، لعل أبرزها عدسات الكاميرا المزدوجة والسماعات المضادة للماء. اعتدت على تحميل صوري على الإنستغرام، وأنا الآن متحمسة للحصول على صور بجودة أعلى. كنت أتسلق قمة فوجي قبل أسابيع عندما بدأ المطر بالهطول فأتلف سماعة هاتفي. أنا سعيد لأن سماعات آيفون 7 ضد الماء. وفي الصين حرص المنتظرون أن يكونوا أول المشترين للهاتف الذكي في نسخته الجديدة، والذي يأتي بألوان عدة ومنها الأسود، الذي يرى محبو أبل أنه يحمل توقيع وشعار ستيف جوبز الذي عرف بحبه للقمصان السوداء. سماح السيد، العربية.